نوفمبر. نوفمبر جل جلالك فينا، نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا؟ سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة، وثرنا نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين. النسبة هذه أول نوفمبر 54 عزيز علينا بزاف بزاف. شحال تضحيات، شحال اللي ماتوا، شحال اللي ماتوا، ماتوا بزاف مجاهدين الله يرحمه ويسع عليهم، مجاهدين شهداء باش نكونوا رانا بلاد مستقلة. الحمد لله رانا حر، ها رانا يعني في المستوى عالية، رانا في بلادنا، ما راناش رانا انديبوندون، دينا الانديبوندونس حرية. حرية هذه اون لا راشي، حرناها، ماشي فرنسا اللي مدتها لنا، حرناها. رب الجيش فرنسا قوي مي بارابور لحنا الله يلان، داروا الواجب تاعهم فوق اللازم، ماتوا على البلاد هذه. ما نقدرش نعبروا كيفاش نعبروا اول نوفمبر 54، عنده قيمة كبيرة كبيرة باش نكونوا مستقلين. دروك رانا حر، رانا بالعلم تاعنا يفرف، رانا بالعلم تاعنا، بالجيش تاعنا، بالحكومة تاعنا. هذه معجزة، هذه معجزة، رانا حر الحمد لله، رانا حر انديبوندون. نو زافون اكي لانديبوندونس بالقوة، بالجيش التحرير الوطني. ذكرى اول نوفمبر يعني 61 احتفلوا بها المرتبه تاعها 61، واش راح نقول؟ اول نوفمبر يعني معروف بالنسبه للشعب الجزائري، ذكرى انديال الثوره التحريريه، نتذكروا فيها الامجاد الثوره، يعني البلاد هذه ضحوا عليها رجال خالدون، الله يرحم الشهداء الابرار والناس اللي ما زالت عايشه ان شاء الله يقعدوا عايشين باه يخدموا البلاد هذه، والناس اللي ماتت نقولوا تحيه الجزائر. مناسبه عظيمه وتشرف الشعب الجزائري، يعني لانها كافحة مليون ونص شهيد عنها هذه البلاد باش جابوها، ودوكا يتمتعوا بها الشعب هذا، يتمتعوا بالحريه. وكان ماشي الشهداء والمجاهدين الاحرار ما يتمتعش بهذا الشعب هذا، وقليل في الوقت تاعنا اللي يعرف قيمه هذه الحريه هذه. يا خويا هذه المناسبه عظيمه كما نقولوا، حاجه تاع سمعت هذا يا خويا، نهار كما نقول اول نوفمبر خويا هو اندلاع الثوره هكذا. يا اخي هذا الرمز كما يقولوا، هذا النهار هذايا شغل نهار شغل العيد تاعنا، سمعتني، والاستقلال تاعنا ان شاء الله. تسمى الاستقلال ديناه باول نوفمبر يا اخويا، لازم باش نذكروا المجاهدين تاعنا، سمعتني، شو كما يقولك لازم نحتفلوا به كل عام.
سمعت باش ما نساوش المجاهدين اللي جاهدوا على البلاد هذه. نوفمبر تاع دروك ماشي كي تاع بكري، بزاف امور تبدلت، بقى الاسم برك ديفيرونس كبيره مع دروك. دروك الناس تقول له برومي نوفمبر ما على بالوش واش كاين برومي نوفمبر، على بالو بلي جور فيري وصاي، هذا ما كان قليل تلقى يقول لك الثوره وما على باليش، ولا قال لك الثوره يقول الثوره وبس، ما عندوش حاجه واخد اخرى ولا هذا ما كان. الثوره تاعنا من اعرق ثورات في العالم، بالك الدوزيام بعد تاع الفيتنام. نتمنى ان شاء الله هذا الجيل جينيراسيون هذه دير حساب الناس واش ضحات على جالنا، واش ضحاو الناس باش يترفع الاعلام ونعيشوا كما رانا عايشين. دروك هني جميع الشعب الجزائري بهذه المناسبه السعيده اللي نعتبروها رمز، اول نوفمبر هذا راهو رمز من رموز الجزائر، وهذا اليوم لا يفو با ننساوه كامل لي زالجيريان. هذا اليوم كما نقولوا حنايا اندلاع اول رصاصه في جبال الاوراس في باتنا، يعني كما يقولوا ثم خرجت الاول رصاصه اللي باش نتهناو كاريمو من الاستعمار هذا الفرنسي. ان شاء الله يا ربي لي جان تاع دركا والاجيال اللي مورانا ما تنساش هذا اليوم المبارك واللي نعتبروه مفخره للجزائر والجزائريين. والله الاحتفال هو الرجوع الى الذاكره، كما يقولون نقراو التاريخ اولا، كما يقولون نعرفوا التاريخ تاع الجزائر كيفاش، ونعلموا الاجيال ونعلموا اولادنا واولاد اولادنا كيفاش التاريخ هذا وكيفاش صنعوه الابطال تاعنا في اول نوفمبر. اول نوفمبر ما كانت غير ترسيم تاع الثوره، يعني الثوره اندرت من قبل، مي ترسيم الثوره كان من بدايه من اول نوفمبر، والاحتفال تاعو يكون بالتاريخ، يكون بالمتاحف الوطنيه، ان شاء الله كيما يقولوا يفتحوا لنا المتاحف الوطنيه باش نشوفوا الكنز تاع الجزائر اللي كاين، ونطلبوا كيف كيف من السلطات تاعنا تشوف مع السلطات الفرنسيه الاسترجاع القطع الاثريه واسترجاع الارشيف تاع الجزائر اللي كان كاين هنايا وداوه معاهم، ان شاء الله يردوه هنا وان شاء الله نعرفوا تاريخ بلادنا اكثر واكثر. فكره اول نوفمبر عزيزه، والله يرحم كل الشهداء الجزائريين، ونتمنوا الازدهار للوطن، وكل وقت ما يلحق وقت يتبدل تتبدل، ونتمنوا من المناسبات يزيدوا يكثروا باش الشعب هذا يتفطن شويه. حنا نتمنوا يفتحوا لنا مدارس للتاريخ، باسكو كاين نص من الجزائريين اللي ما يعرفوش التاريخ تاع بلادهم. خدموها رجال ونسوان، جابوها وجابوا لبنان. بقول جزائرية وشعور بالوطنية، صدموا وحل القضية، كان شعارهم الانتصار. حرية وديمقراطية، على ايديهم شان خدموها رجال ونسوان، جابوها وجابوا لبنان. انطلاق الثورة تقرر في اجتماع المدنية، للهجمة تخطط وتحضر، إصرار وعزيمة قوية. في أول أيام نوفمبر جزائرنا يا بلاد الجدد، نطيب عنك القلوب، جزائرنا يا بلاد الجنوب، عطار حطيب عنك القلوب. Tout le monde sait que le 1er novembre c'est une date historique, hein, 1er novembre 54, c'est là où une poignée d'hommes a pris conscience qu'il faut une véritable révolution pour chasser les Français, hein, les six historiques et tout. Et le peuple a suivi aussi, t'es obligé, c'est normal, il allait dans son intérêt. Mais ce qui me désole le plus, c'est que donc le 1er novembre, le 5 juillet,
ce sont des dates qui passent inaperçues. Vous voyez des gens défiler sur le football, et le 1er novembre, le 5 juillet 62, le 17 octobre 61, c'est un jour férié, c'est tout. Alors que c'est une date très symbolique. L'occupant français, avec tous les moyens qu'il avait, l'Algérie a réussi à le vaincre politiquement. Oslo était les accords d'Évian. Je suis né en 52. Je voyais en Kabylie qu'il y les paras, les Sénégalais, il disait et tout ça. Non, il y a eu de, ça a été vraiment une occupation féroce. Il faut d'abord que ce soit les parents les Al-Moulom. Il faut eux-mêmes que les parents soient conscients à l'école. L'enseignement, il faut des enseignants conscients qui sachent faire aimer la matière et l'histoire aux enfants. Le Mounasba a été fait le 1er novembre. Il y a jusqu'à l'âme, Inch'Allah, pour bien aller à l'âme, Inch'Allah. هي واش نقولوا نقولوا هي الذكرى اللي تفكرنا في الثوره الجزائريه اللي خدموها الناس ابطال الله يبارك رجال كان لهم شهداء استشهدوا الله يرحمهم ان شاء الله ربي يكونوا في الجنه ان شاء الله واللي مازالوا عايشين نقول لهم تانيك اللي خدموا خدموا الثوره وكانوا مسؤولين ولا غير مسؤولين نقول لهم ان شاء الله نتمنوا لهم صحه ان شاء الله بون سونتي ليهم وبارك الله فيهم قراص على الناس هذوما الجزائر مازالت واقفه كاع واش استادير كاع واش شفنا صعوبات اللي جازوا على البلاد ما ينجم حتى انسان يكون عنده مسؤوليه يكون مسؤول على البلاد هذه لو كان نشوفوا روحوا لامريكا لو كان توصل ل 10 سنين اللي جوزنا حنايا جو بونس با باللي يجوزوا جوزنا حنايا ما يقدرولهاش والثوره تاعنا معروفه الحمد لله عالميا مستعرفين بها عالميا امريكا مستعرفين بلدان اوروبيه بها وشو نقول لك نقول لك يا حاجه يا اخو شو نقول لك نقول لك انا واحد من الثوره ولاد مصدر من الثوره الجزائريه نحكي لك على نفسي انايا عندي تقريبا 24 شهيد ربي يرحمهم ذكرتهم باسكو الذكرى سي لوكازيون السبته باش ذكرتهم نقول لهم ربي يرحم كاع جميع الشهداء الجزائريين وإنما نطلب من جميع السلطات إن شاء الله بربي يشوفوا غير شوية الناس هادو ما شهادة اللي خلوا أولادهم هكذاك ما تدوالوا ما كاين ناس أولاد شهادة ما تدوش والله ما تدوالوا يا ما تدوالوا ما تدوالوا أولاد شهادة ما تدوالوا السكنة وما تدهاش وإنما نقول أنا نستعرف بالبوفاجي يعني باسكو ما صدر ماغري ما عندي والو الحمد لله شويه فونكسيونير ماهيش لاحق وكفف كما يقولوا كما لله سبحانه انا جو بونس با ما كاين حتى بلاد وجزت علينا اليوم الجيري راهي هكذا 2015 بيان سيرتو لي ميزو سيكيورتي على كل حال هذا ندير على الثوره تاع 54 نقول لكم الحقيقه انا في ذاك الوقت كانوا رجال باتم الكلمه نقدر نقول له باللي كانوا اسبوعه يعني باش فريمون تخرج فرنسا ما هي سهله نهار قالوا لفرنسا قالوا لها بلي راح نديري حرب مع الجزائر كذبت قالت يعني الشعب ضعيف والشعب ماهوش قادر على الثوره وهكذا كانوا واحد الرجال نقدر نقول لك في المستوى ديك الشجاعه اللي فيهم وكافحوا فرنسا كما يقولوا ضحوا بالنفس والنفس وعطاو يعني نقدر نقول لكم 1830 ملي دخلت فرنسا او 1962 كان حتى 6 ملايين شهيد يعني باش تشوف التضحيه هذه ونقدر نقول لك احنا مستقله لهنايا انا على حسابي الواجب تاعنا ما اديناش باسكو هما داروا واجبهم جابوا الاستقلال وجابوا الحريه والحريه هذه جابوها حريه غاليه هذه الجيل هذا لازم اولا نقول لك الحقيقه لازم توعيه لازم شوف المؤرخ والشاعر والاذاعه والتلفزيون هادو ما كاع يساهموا يكونوا يد واحده كالبنيه المرصوص هادو يوريو لهم يعني التاريخ تاعهم الحقيقي يعني اللي طلعوا للجبل كان في عمرهم 18 و20 سنه و25 سنه حنا دركاتك هادوما شباب نقدر نقول لك بوتات يصيبوا قال هما ضحيه يقول لك حنايا ما هدرتوناش على التاريخ وما عرفناش التاريخ تاعنا وحقيقه التاريخ كان كونفيسكي كانت الدعوه شويه ماهيش واضحه ولكن لازم دركاتيك شبيبه نقدر نقول لكم باللي راهي شغل راقده غافله لازم الناس يوعيوها كل واحد يدير الواجب تاعو قلت لك مؤرخين وشعراء وان شاء الله نحركوهم روح الوطنيه وروح الوطنيه هي كل حاجه باسكو نقول لك الحقيقه رانا نشوفوا دركاتيك البلدان العربيه كيف راهي
تدهور وكيف راهي تنهار، لابد احنا البلاد تاعنا نكونوا كما الجيل السابق، وهذه هي باش نشدوا البلاد. والجزائر نقدر نقول لك انايا واش قلت عليها، قلت عمر شلبي قال في الأسطار: الله يحمي الوطن من أعدائنا، حبها في قلب سكنة الأسرار، تركوها أمانة معلقة في عنقنا. الجزائر بلاد شهداء الأحرار، مليون ونصف ضحوا من أجلنا. أمل السلاح في وجه العدو دائما واقفين، في صف واحد هيا للكفاح، تخرج فرنسا من بلاد الجزائريين. الجزائر طاهرة حرسها الصلاح، دعاؤهم مقبول عند رب العالمين. سال التاريخ يعطيك اخبار، ابطال على الحق دائما واقفين. الامير عبد القادر من الاحرار، الامير عبد القادر طول الاعمار، حارب فرنسا كان من الاولين. الجزائر بلاد شهداء الاحرار، مليون ونصف ضحوا من اجلنا. جزائرنا يا بلاد الشكر، عطانا حطيب عنك القلوب. جزائرنا يا بلاد الشكر، جزائر يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات، ويا بسمة الرب في أرضه، ويا وجهه ضاحك القسمات، ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالات، ويا قصة بث فيها الوجود معاني السمو بروع الحياة، ويا صفحة فيها البقاء بنار ونور شهاد الباب، ويا للبطولات تغزو الدنى وتلهمها القيم الخالدات، وأسطورة رددتها القرون فهاجت بأعماقنا الذكريات. جزائرنا يا بلاد الشكر، حظا نحطيب عنك القلوب. جزائرنا يا بلاد الشكر، حظا نحطيب عنك القلوب. هي شو أول نوفمبر 54 هي نورمال مول بلاد الدولة توري للشعب، توري لهاد اللي جانا هادو اليوم جايين، توري لهم التورا تاعهم تاع اول نوفمبر. كاين اللي ما يعرفهاش، تقول على المجاهدين والله ما يعرفوهم، ما نقولوا الحواس اميروش علي لابوان والله ما يعرفوهم، ما يعرفوش تورا. هذا ما يقول لك تورا 7 سنين مات مليون ونص، هذا واش يعرفوا؟ هذا واش يعرفوا؟ كون يوروا لهم يعرفوا التاريخ تاع البلاد راهم يعرفوه. اللي جانا هذا النص الكبير ما يعرفش التاريخ تاع البلاد، ما يعرفش. يوروا لهم التورا ديالهم كيفاش حقيقيه، واحد يوري الواقع، هاي هم المجاهدين واش خدموا، كيفاش كانوا يمشوا، واش كانوا ياكلوا، مشوا بالحفاق، لا كلاو ما كلاوش، ما شربوا، الحصون كاين حوايج اللي داروهم، هادو ما يديروهمش هاد اللي جانا، واحد ما يديرهم، توفاو عليها رجال، وان شاء الله تروح للخير ان شاء الله. هذا واش نطلبوا احنا ان شاء الله البلاد تتسقم هذا ما تتسقم، ويتسقموا الشباب هذا، سيرتو الشباب لا خدمه لا والو، راحوا الشباب هذا. هي شوف الاحتفال تاع اول نوفمبر كانت في هذا الرئيس الهواري بومدينه، وكاع كانوا يوروا الطيارات، يوروا لي شار، يوروا الجيش، يوروا تنحات هذه العاده هذه تنحوا يا نورمال مو يوروا لهم واش عندها البلاد، واش هي كسبت الجزائر، ما يوروش. كانت في وقت راح الهواري بومدينش في اول نوفمبر الدنيا كانت مغلوقه، تشوف طيارات، تشوف الجيش، تشوف لي شار، تشوف يوري لهم. كان بلدان اللي يخافوا يشوف، كي تشوف انت تشوف البلاد عندها وكل لاباس،
الشعب هذا ما لبالوش كاع واش عندها البلد واش ما عندهاش. يقول لك 1 نوفمبر هو عيد اندلاع الثوره التحريريه اللي قاموا بها الشهداء الابرار تاعنا، واللي كانت شغل بدايه صفحه جديده باش شغل باش تخرج فرنسا، وشغل من تما كانت الانطلاقه شغل كيما نقولوا الديبي، وكانت ملحمه كبيره كما يقول لك. وحنا شغل بفضل الشهداء الابرار ما نذكروا منهم العربي بن مهيدي، حسيبه بن بوعلي، بن بولعيد، وخلي الباقي الله يرحمهم على كل حال. كانت اول نوفمبر هي شغل اندلاع الثوره، شغل داروا فيها بومبات، شغل تماك شغل حرب، شنو حرب كبيره على فرنسا. وانا واش نعرف على 1 نوفمبر؟ نعرف بلي شغل تما بدات لاكار تاع الصح. جيل هادو ما تاعنا النص الكبير تاعهم ما يعرفش 1 نوفمبر، هادو ما باينين جيل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وخرج حاجه جديده وغنية جديده ومنها. انا نقول مريح مع باباك، ريح مع جدك في الدار، تقف قرا تاريخ بلادك، ما جيتش قاري في المسيد منا، دخل الانترنت داروها هاد العفايس تاني، دخل قرا تاريخ بلادك، شوف تقف شويه. واحد اللي ما يعرفش تاريخ بلادو شغل، انا نقول لك عندي انسان ماشي متقف، لازم باش تكون متقف لازم تكون تعرف الثقافه تاع بلادك وتاريخ بلادك شغل. والجيل تاعنا هادو كيما نقول لك، نقول لهم في عود ما تضيع فوقتك فيسبوك و تويتر ومن نهار قرا على بلادك منها، باسك عيب كبير، عيب كبير. دوك 2016 61 سنه على اندلاع الثوره، مازال ما عبالكش معناتها 1 نوفمبر. صح كيما تقول كاين واحد تقول له 1 نوفمبر يقول لك عيد الاستقلال، والله انا نشوفه فيها ربي يهديهم هذوما، ونقول لهم تاريخ بلادك حاجه كبيره وتفتخر بها. ولو كان ماشي التوار اللي قاموا ب 1 نوفمبر ماكش عايش دوك انت، وماكش في فيسبوك وماكش دير في العفايس اللي دير فيهم، ونسيت تاريخ بلادك. أنا 1 نوفمبر يا خو يوم تما يشهدوا له كاع، يوم نهار كبير في تاريخ تما الجزائر. 1 نوفمبر اللي انطلقت فيه اول رصاصه لنديلع التوالا، قاموا المجاهدين الابرار من نياد نظموا كدا وجدوا بلي قوموا بالتوالا في 1 نوفمبر. كانت اول رصاصه في جبل الاولاش بدات منها التوالا، انشهدوا له يوم تما كبير يا خو، نحتفلوا به، نترحموا على الشهداء اللي قاموا بثوره جابوا لنا الاستقلال، نتفكروهم، نقروا اولادنا، نقروا ما نحكيوا لهم يا اخو، نحكيوا على التاريخ ديالنا، نحكيوا نترحموا على الشهداء. كاين بزاف اللي شغل نساوه يا اخو، نساو قايتك تاريخ تاع الجزائر، نساو كيما قال لك صاحبي قبيله تقول له 1 نوفمبر يقول لك عيد الاستقلال يا قولوا كثر خيرهم يا اخو، نترحموا على الشهداء كاع وتحيا الجزائر يا اخو. يوم تاريخي بالنسبة للدولة الجزائرية، هذا نهار كبير نورمالمون نحتفلوا به، يبقى ذكرى عن
كاين رجال ضحاو بحياتهم باش يستقل باستقلال هذه البلاد. لو كان ماشي هما راهم لو كان ماشي هما ضحاو بحياتهم، لو كان حنا ما راناش عايشين ديال وقت الحريه هذه. زيد لازم حنا ديما نبقاو نتفكروهم، نسمو مؤسسات باسم الشهداء، نسمو شوارع باسم الشهداء، ديما يبقاو الذكرى. هذه الذكرى لازم ما تنساش، لازم يدرس التاريخ، يدرس التاريخ، يدرس الحوادث، يدرس واش صرا في هذا النهار، واش دار المستعمر الفرنسي بالعذاب والتقتيل وعمل التنكيل اللي داروا هذا المجرم بالشعب الجزائري. بصح كاع هذا الشيء وكافح الشعب الجزائري وبالثقه تاعه والالتحام تاعه وكانوا يد وحده وحروا البلاد. وان شاء الله بربي ان شاء الله نقولوا للشعب الجزائري اذا بكم تكونوا يد وحده وتبقوا ديما متحدين باش ما تعاودش نفس السيناريو. بروميير نوفمبر بالنسبه لي هو انطلاق الكفاح المسلح. في البدايه كان كفاح ثورات شعبيه متفرقه في الوطن، ومن بعد ولا نضال سياسي فقط. تسمى اول نوفمبر تقريبا كان الكفاح السياسي مع النضال السياسي مع بعض، يعني كفاح مسلح مع النضال السياسي. ان شاء الله يا ربي نحافظوا الاستقلال تاعنا. احتفال تاع برومي نوفمبر بالنسبه لي يعني مش هذا ضياعه المال العام الى اخره، يعني الفرقاعات الى اخره، هذا بالنسبه لي يعني ضياع الاقتصاد الوطني، ما فيش حتى فائده. احتفال يعني اننا نطوروا البلاد تاعنا، رانا نخدموا من اجلها، هذا هو الاحتفال الحقيقي. انسان يعني ما يتحدثش بالكلام فقط، يعني السلوك هو اللي يعكس الروح الوطنيه تاعك، يعني انسان مواطن صالح، مش برك يعني ما على باليش فرقاعات ليله في النهار. يعني احتفالاتك وكانها الغايه تاعها مش النهوض بالبلاد، هي تحطيم الاقتصاد فقط. وان شاء الله يعني الامنيه تاعي ان الجزائر تكون في الطالعه وتكون يعني من بين الدول المتقدمه. يعني نتاسفين حتى في الجانب، يعني ماشي غير الجانب الاقتصادي، الجانب الفكري، حتى الجانب يعني الفاسد ماناش متطورين فيه. نشوفوا فنانين مثلا وكذا ماناش في القمه، يعني حتى في الجانب الفاسد ماناش متطورين فيه. ايماجيني يعني الامور يعني الايجابيه، مثلا الفكر، مثلا اللغه، يعني هذا واش نقدر نقول لك. ان شاء الله يا ربي بلادنا تطلع بها.